بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في شرح مجال القرآن الكريم. درسنا بعنوان تلاوة سورة الصافات من الآية رقم 148 إلى الآية رقم 164، الجزء الحادي عشر. في البداية أعزائي الطلاب، لنتعرف معا على أهداف الدرس. الهدف الأول أن يتلو الطالب الآيات الكريمة تلاوة صحيحة. الهدف الثاني أن يفسر المفردات الجديدة الواردة في الآيات. البطاقة التعريفية للسورة: اسم السورة سورة الصافات، عدد آياتها 182 آية. هل هي سورة مكية أم مدنية؟ بالطبع هي سورة مكية. الموضوعات الرئيسية في سورة الصافات: تناولت السورة موضوع التوحيد والوحي والبعث والجزاء لتثبت دعائم الإيمان. نبدأ بالهدف الأول، وهو أن يتلو الطالب الآيات تلاوة صحيحة مجودة. قبل تلاوة الآيات أعزائي الطلاب، لنستذكر معا آداب تلاوة القرآن الكريم. هذا القرآن يا أحبتي هو كلام الله تعالى، وينبغي على المسلم أن يعظمه وأن يتأدب بآداب تلاوته. ومن هذه الآداب أولا الطهارة، فينبغي على المسلم أن يحرص أن يكون على طهارة عند تلاوة القرآن الكريم. واحرص عزيزي الطالب أن تتوضأ قبل تلاوة القرآن الكريم. ثانيا استقبال القبلة. ثالثا الاستعاذة والبسملة. رابعا تجميل الصوت وتحسينه. خامسا القراءة بخشوع وتدبر. سادسا مراعاة أحكام التجويد. أعزائي الطلاب، لنستمع لتلاوة الآيات الكريمة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. إلا من هو صال الجحيم.
وما منا إلا له مقام معلوم. أما الآن أعزائي الطلاب رددوا معي الآيات الكريمة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين. أصطفى البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون. ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون. فإنكم وما تعبدون. ما أنتم عليه بفاتنين. ما أنتم
كنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وما منا إلا له مقام معلوم عزيزي الطالب نوصيك بأن تحرص على تكرار سماع الآيات وتلاوتها تلاوة صحيحة مجودة ننتقل إلى الهدف الثاني وهو أن يفسر المفردات الجديدة الواردة في الآيات أعزائي الطلاب لنتعرف على معاني المفردات الجديدة الواردة في الآيات معنى قوله تعالى إفكهم أي كذبهم ومعنى أصطفى البنات على البنين أي هل فضل البنات على البنين والجنة هم الجن ومعنى قوله تعالى بفاتنين أي بمضلين ومعنى صال الجحيم أي داخل النار أجارنا الله وإياكم من النار لماذا أحب القرآن الكريم؟ أحب القرآن الكريم لأنه يقربني إلى الله تعالى أحب القرآن الكريم لأنه ينور عقلي أحب القرآن الكريم لأنه يزيد من حسناتي أعزائي الطلاب لنتذكر معاني المفردات معنى إفكهم أي كذبهم ومعنى الجنة أي الجن وما معنى بفاتنين أحسنتم معناها بمضلين فضل تلاوة القرآن الكريم من فضائل تلاوة القرآن الكريم الارتقاء في درجات الجنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها في الختام أعزائي الطلاب لنجب عن بعض الأسئلة التي مرت معنا السؤال الأول ما معنى قوله تعالى أصطفى البنات على البنين؟ أسمعكم تجيبون المعنى أي هل فضل البنات على البنين؟ السؤال الثاني ما معنى قوله تعالى إلا من هو صال الجحيم؟ والجواب أي داخل النار نعوذ بالله من النار ختاما أبناءنا الطلاب نتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق نلتقي في شرح درس آخر نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته